مساء الخير، اهلا بكم ايها الساده المشاهدين. النهارده الحقيقه بيسعدنا ان احنا نلقي الضوء على مشروع محور تنميه قناه السويس. اخيرا انطلق مشروع قناه السويس الاسبوع الماضي. هذا المشروع الذي انتظرناه طويلا سنوات وسنوات، سوف يمثل هذا المشروع قيمه مضافه لايرادات الدخل القومي المصري، سوف يضاعف 3 أضعاف ايرادات قناه السويس التي تحققها الان. ايضا سوف توفر هذه المشروعات التي سوف تصاحب مشروع محور تنمية قناة السويس عدة مشروعات سوف تساهم فيها أبناء مصر العاملين في شتى المجالات، وسوف يوفر حوالي أكثر من 1,000,000 فرصة عمل. قد إيه مشروع قناة السويس المطروح على الساحة الآن الذي انتظرناه طويلا ممكن أن يكون محرك دافع قوي بالنسبة للاقتصاد المصري، سوف يمنحه قوة أو قوة دفع تحركه من المأزق الاقتصادي الذي يعيشه منذ سنوات وسنوات، أهمها طبعا التباطؤ، الركود، ضعف القدرة الاستيعابية في السوق أو الأسواق العالمية. الحقيقة هنركز النهاردة عند عدة توجهات لهذا المشروع. أولا التوجهات السياسية والتوجهات الاقتصادية معا من خلال ضيفنا الكريم دكتور عماد مهنا، وهو أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الكندية. هنركز على كل هذه التفاصيل من خلال لقائنا معاه في برنامج علشان بكرة. ده موضوعنا الأساسي، ولكن لازم نشوف أو لازم نستنبط من روح القيادة السياسية عندما تم تدشين هذا المشروع خلال الأيام السابقة تحديدا يوم الثلاثاء. كان هناك روح العزيمة التي صاحبت خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإصرار على أن هذا المشروع سوف يتم في مدة أقل بكثير مما حدده الخبراء من 3 سنوات إلى سنة، وأيضا بأيادي مصرية صميمة. وطبعا الروح دي تمثلت اليوم من خلال زيارة مفاجأة لرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موقع العمل في محور قناة السويس. وبالفعل احنا رصدنا او كاميرا الاخبار رصدت هذه الجولة، وهنشوف واقع هذه الزيارة على العاملين بالمحور وبداية العمل من خلال هذا التقرير. انا سعيد قوي ان انا ابقى بوصيكم النهارده الحقيقه يعني، وهنبقى ان شاء الله نخلي بالكم ان ده مش اول ولا اخر، لا هتجدوا كده كل فتره مش كتيره باجي ابص عليكم، وبدل ما اجي بقى النقطه دي اخش على النقطه اللي بعدها النقطه اللي بعدها كده يعني. المهم ان احنا نتحرك ونعمل نشتغل، سواء كنا هنا ولا في الجلاله ولا في الدائري الاقليمي ولا في احد، خلي بالكم من ناسكم، من شغلكم، من معداتكم، من افراد وسلامه الناس وكده، وقعدوهم كويس واكلوهم كويس ورضوهم كويس. انا مش عايز اعطلكم، انا متشكر وكل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله نلتقي مره تانية بس نكون كل المقاولين موجودين معانا يعني. احنا ما رضيناش نقول للناس كلها يعني عشان ما نعملش ازعاج لكم يعني، انما ان شاء الله هنيجي مره واثنين وعشره ولينا عمر ان شاء الله. شكرين. لما بتتوفر روح القيادة والإصرار والعزيمة على الإنجاز أكيد بتتحقق النجاح، نجاح للمشروع، وبالتالي ده اللي احنا شفناه في إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في التواصل مع العاملين والعمال في موقع قناة السويس، واعتقد انه مش هيداله بال ابدا الا ما ينتهي العمل وانجاز حفر القناة الجديدة الموازية لقناة السويس خلال عام كامل زي ما وعد بيه شعبه وزي ما وعد بيه او اصر على ان يتم تنفيذ العمل خلال عام فقط مش 3 سنوات زي ما الخبراء يعني اكدوا على ان تنفيذ هذا العمل ممكن ان يستمر لمده 3 سنوات. زي ما بنقول نظرة تفاؤلية لهذا المشروع الكبير، أيضا نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري، نظرة تفاؤلية من خلال بقى أولا البورصة المصرية. البورصة المصرية قلنا أنه دائما انعكاس للواقع الاقتصاد
في الوقت الحالي؟ يعني دايما البورصه مرتبطه بالاحداث، لو في حدث لا قدر الله ارهابي هنلاقي البورصه دايما مؤشراتها بتنزل او بتهبط او التداول فيها بيبقى في نسبه انسحاب او بيع كبيره داخل البورصه، لكن مع تدشين هذا المشروع في نظره تفاؤليه للمستثمر الاجنبي، وبالتالي كان في حركه شراء كبيره داخل البورصه خلال هذا الاسبوع، لكن صاحبه ايضا حركه بيع كثيره بالنسبه للمستثمرين العرب والمصريين، على اعتبار ان دايما مع الارتفاعات بيبقى في انخفاضات في نهايه الاسبوع، على اعتبار بيبقى في عمليات جني ارباح، وبالتالي ان البورصه واصلت ارتفاعاتها وربحت حوالي 3.2 مليار جنيه. وده بنقول انعكاس للنظره التفاؤليه للمستثمرين داخل اروقه البورصه المصريه. ننتقل ايضا لخبر اخر من الاخبار الاقتصاديه المهمه، وهو حضور وفد مصري بقياده رئيس الوزراء محلب الى القمه الافريقيه الامريكيه اللي استمرت لمده 3 ايام، وما صاحب هذه القمة من عدة لقاءات سواء على المستوى السياسي أو المستوى التجاري. هناك طبعا مجموعة من اللقاءات تمت ما بين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المصري وأيضا رئيس الوزراء الجزائري. أيضا هناك تم عدة مقابلات مع دولة نيجيريا في حدود أو التعاون التجاري الاستثماري في الفترة القادمة، وده توجهات المصرية في الفترة الحالية وهو الاتجاه إلى أفريقيا تحديدا. أن مؤتمر القمة الأفريقية الأمريكية كان عنوانه الاستثمار في أو الاستثمار للأجيال الجديدة، وهناك بعض التصريحات لرئيس الوكالة أو وكالة الطاقة الأمريكية كانوا مركزين الأمريكان في هذه القمة على رصد يعني أموال للاستثمار في الطاقة المتجددة وأيضا لعدة مشروعات استثمارية جديدة. وبعض الخبراء بيقولوا أن توجهات أمريكا في ناحية أفريقيا في الفترة الحالية نتيجة أن الصين وهي منافستها الآن بالنسبة للتجارة العالمية أو الاقتصاد العالمي توجهت منذ سنوات فيها عدة مجالات داخل القارة الأفريقية. عموما إذا سوف تصب في الفترة القادمة توجهات أمريكية للاستثمار داخل القارة الأفريقية أو توجهات الدول الشرقية في الاستثمار داخل القارة الأمريكية إلى مصلحة مصر أو مصلحة الدول الأفريقية، وده هيعود بالنفع على مستقبل الاقتصاد وأيضا على فرص العمل اللي هتطرح في الفترة القادمة وأيضا على الأجيال الجديدة. ده بالنسبة للقمة الأفريقية. أما من ضمن الأخبار اللي احنا حاولنا نتابعها الفترات اللي فاتت وهي أخبار عاملين المصريين في ليبيا، أخبارهم إيه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه من خلال التليفون سيادة السفير أيمن مشرفة وهو سفير مصر في تونس، وإحنا بنحاول نحضره حالا. وبنقول أن طبعا عايزين نعرف يعني آخر أخبارهم إيه، خصوصا اللي تم نقل حوالي 5800 عامل من مصر من ليبيا إلى مصر عبر تونس، ومن خلال طبعا أفواج سواء أفواج أسراب جوية أو من خلال النقل البحري، لكن احنا مش عارفين باقي العاملين في ليبيا المصريين في ليبيا هيبقى أخبارهم إزاي؟ هل بيتم جدولة العدد العاملين لنقلهم؟ هل بيتم الاتصال بيهم من قبل السفارة ولا لأ؟ هل هناك اتصال ما بين اتحاد العمال الموجود في مصر ومع اتحاد العمال الموجود في ليبيا؟ ولا الأوضاع في مصر أوضاع في ليبيا عفوا ما زالت حتى الآن يعني بتعيق الاتصالات المباشرة والسريعة؟ ده اللي احنا كنا عايزين نعرفه، لكن لغاية دلوقتي التليفون ما جهزش، لكن عموما لو قدرنا نجهز التليفون عبر الحلقة أكيد هنتواصل مع المسؤولين. معنا تليفون دلوقتي السفير بدر عبد العاطي معايا على التليفون وانا المتحدث الرسمي باسم الخارجيه المصريه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اخر بقى اخبار عمال المصريين في ليبيا ايه حتى الان؟ انا عرفت طبعا ان خلال الفتره اللي فاتت على ان الغالبيه العظمى من المصريين الموجودين في ليبيا موجودين في اماكن يعني تبدو مستقره نسبيا، فيها هدوء، لا يواجهون خطر داهم يمثل تهديدا على ارواحهم. المشكله الحقيقيه في بعض الاماكن في بعض الاحياء ان كان في العاصمه طرابلس او في مدينه بنغازي، التركيز الان بيتم على نقل الموجودين على الحدود الليبيه التونسيه
وده تم بالفعل. يمكن كان في موجود هناك في ما عدة آلاف. نجحنا بالفعل بالتعاون مع وزارة الطيران وكل أجهزة الدولة المصرية، وبعد زيارة الوزير سامح شكري إلى تونس ولقاءاته مع كبار المسؤولين التونسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء اللي أقر مجموعة من التسهيلات، أمكن بالفعل حتى الآن نقل أكثر من حتى الآن يمكن 8500 مواطن مصري تم نقلهم من الحدود الليبية التونسية إلى أرض الوطن. وفي لأول مرة النهاردة مركب غادرت ميناء جرجيس التونسي، لأول مرة يتم نقل المصريين بحرا بالإضافة إلى الرحلات الجوية اللي تم مضاعفتها بعد زيارة الوزير شكري إلى أكثر من 7 رحلات يوميا. فالوضع أفضل، وأعتقد يعني الكثافة من جانب المتواجدين على الجانب الليبي من الحدود مع تونس قد خفت كثيرا، والأمور في تسير بشكل طيب جدا مع كثافة الرحلات الجوية واستخدام ميناء جرجيس البحري لأول مرة. كان بعض المصادر الصحفية ذكرت أن كان في معاملة سيئة على الحدود التونسية نتيجة أن يعني العمال بيهربوا أو فرين بدون أي تصريحات رسمية من ليبيا إلى تونس، يعني هل تم حل هذا الموضوع مع السلطات التونسية؟ في طاقم قنصلي تم مضاعفته 4 مرات موجود على الجانب التونسي من الحدود منذ أكثر من 10 أيام، وهذا الطاقم بيقدم كل الخدمات القنصلية للمصريين اللي هم بيعبروا من الجانب الليبي إلى الجانب التونسي. اللي ما عندوش جواز سفر بيتم استخراج وثائق سفر له، وبيتم تقديم كل التسهيلات. والجانب التونسي بعد كما ذكرت بعد زيارة الوزير سامح شكري إلى تونس في تعاون كامل، في أعداد ضخمة من الحافلات تم توفيرها لنقل المواطنين من الجانب التونسي الليبي إلى الجانب التونسي، وأيضا استخدام مطار جديد هو مطار قابس إلى جانب مطار جربة الدولي، هذا بالإضافة إلى الميناء البحري. فبالتالي أمكن التعامل مع الكثافة اللي موجودة على الجانب الليبي من الحدود. يمكن المشكلة كانت الحقيقية هي في الجانب الليبي، وأمكن بالتعاون والتنسيق مع القبائل الليبية في المنطقة الغربية أمكن توفير قدر من التأمين وقدر من وسائل الإعاشة، بالإضافة إلى 12 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية اللي أرسلتها القوات المسلحة، وقام الهلال الأحمر التونسي بتوزيعها. كل هذا ساهم في تخفيف حدة المشكلة، وكما ذكرت أكثر من 8000 مواطن تم نقلهم حتى صباح اليوم، وبالتالي يعني ده ساهم كثيرا في تخفيف حدة التكدس اللي موجود في المنطقة الحدودية الغربية. سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بشكر حضرتك وبنشكر حضراتكم على المجهود المتواصلة في إنقاذ المصريين أو العمال المصريين العالقين في ليبيا الآن، وهنتابع أكيد في العديد من الاتصالات في الفترة القادمة للإطمئنان على جميع العمال أو باقي العمال المتواجدين في ليبيا. هنبتدي بحلقتنا وهنشوف التقرير اللي جاي، والتقرير اللي جاي هيرصد القيمة المضافة اللي سوف تعود على مشروع تنمية محور قناة السويس، ونبتدي حلقتنا مع ضيفنا الكريم بعد هذا التقرير. شريان حياة جديد بدأ ينبض في جسد مصر. هذا الشريان الذي سيحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي وتجاري عالمي، إنه مشروع قناة السويس الجديدة. فرضت فكرة القناة الجديدة نفسها بإلحاح تزامنا مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وضرورة العمل على زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب الطموح. وجاء مشروع القناة بخطة لتحقيق تلك الأهداف، حيث ستتضاعف إيرادات القناة بنحو 259%، كما ستوفر ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث
وصناعات زجاجية، فضلا عن توفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع للاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق قناة السويس. قناة السويس الجديدة التي من المقرر الانتهاء منها بعد عام من الآن ستشق بطول 72 كيلومترا لتكون محاذية للمجرى الملاحي الحالي، وتقدر تكلفة إنشاء القناة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى إقامة 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكك الحديدية لسيناء، يتزامن إنشاؤها مع إنشاء القناة الجديدة بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات و200 مليون دولار، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8 مليارات و200 مليون دولار. وإيمانا بأن مصر ستنهض بالمصريين وللمصريين، فإن أسهم تمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة ستطرح على البنوك المصرية والمصريين فقط، وستوضع ضوابط لمنع تملك الأجانب وغير المصريين لهذه الأسهم. طبعا منطقة قناة السويس طال انتظارنا لهذا المشروع، نظرا للمنطقة لها وضعية خاصة، أهم وضعية أنها كانت توضع عمليات عسكرية فيما سبق، نظرا لأن دائما أو التاريخ بيقول أن كانت منطقة سيناء وتحديدا الممر الملاحي قناة السويس من المناطق اللي ليها وضعية هامة بالنسبة للدول المختلفة، سواء أمريكا سواء الولايات الدول الأوروبية. طبعا العدو الاساسي لمصر اسرائيل، وما ننساش ابدا حرب 56، وما ننساش ابدا الحرب اللي خاضها جمال عبد الناصر بخصوص تاميم قناه السويس. وبالتالي المشروع بتتمثل اهميته في وضع هذه المنطقه من ناحيه الاستراتيجيه، وايضا من ناحيه انها ممكن برغم من كل هذه المشاكل ممكن انها تبقى احد المعوقات للتنميه، ولكن في نفس الوقت ليس هناك امل الا في التنميه في هذه المنطقه، لان عندها فرصه كبيره للتنميه. منطقه قناه السويس منطقه واعده، هناك يعني فرص كبيره لعده مشروعات صناعيه، عده مشروعات خاصه باقامه مناطق للترانزيت زي ما يضاهيها من نفس المنطقه او المناطق الاخرى عالميا زي سنغافوره. وبالتالي سنغافوره لما بدات في هذا المشروع عظمت من القيمه المضافه بالنسبه لايراداتها، فاذا مصر تحتاج ان تعظم من القيمه المضافه بالنسبه لايرادات قناه السويس، لان ده الثروة الحقيقية لمصر. وبالتالي هنتكلم النهارده مع الدكتور عماد مهنا استاذ الاقتصاد السياسي، على اعتبار ان الاقتصاد والسياسه لا ينفصلان ابدا طبعا. وده اللي بنحاول نوضحه للساده المشاهدين في هذا البرنامج طبعا. ان دايما العلاقات السياسيه بتبنى على اساس اقتصادي طبعا، مش ممكن العكس. صحيح الحقيقه من يتحكم في اقتصاد الدوله هو من يقود سياستها، ده المبدا الحسيس في الحديث في الاقتصاد الحر. الحقيقه محور قناه السويس هيغير مفاهيم اداره الاقتصاد والسياسه في مصر، انتقالا من الاقتصاد الذي كان يقوم على الصناعات الصغيرة برواتب منخفضة إلى اقتصاد كبير يقوم على الصناعات الثقيلة والتجارة الدولية اللي بتربط خاصة آسيا وأوروبا وإفريقيا، وإعادة اتجاه مصر إلى القارة الإفريقية اللي كانت دايما بتقود القارة الإفريقية نحو التقدم. الحقيقة قناة السويس لها برضو، أو المحور اللي تم تدشينه النهاردة له أثر كبير من الناحية الثقافية والاجتماعية، هو إعادة المصريين ثقتهم في أنفسهم، وإعادة ثقة العالم ثقته في المصريين، وإعطاء مصر قوة وبعد استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط اللي بس مش هتنفعها من الناحية السياسية ولكن من الناحية الاقتصادية كمان، خاصة في التوجه إلى آسيا وإفريقيا. طب خلينا مباشرة نقول أن قد إيه مثل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببداية وتدشين العمل في محور قناة السويس وصورته وروحه في خطابه الذي ألقاه أمام الشعب المصري في يوم الثلاث، التاريخ اللي بيمثل تاريخ تحول تاريخي بالنسبة للوضع الاقتصادي المصري مع بداية هذا المشروع، قد إيه بيمثل القيمة السياسية وأيضا بما يوازيه على القيمة الاقتصادية؟ الحقيقة مصر دايما نظرة العالم لينا إيه طبعا في هذه المرحلة، وإيه التحولات اللي ممكن يحدثها هذا التحول من خلال منطقة تنمية محور قناة السويس؟ طبعا الحقيقة خطاب الرئيس السيسي وحتى اتجاهه لإعادة بناء مصر بشكل كامل بدءا من العبور
الثاني إلى العبور الثالث، احنا بنتكلم على زعيم بدأ يعيد لمصر قوتها الاقتصادية والسياسية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم كله. مصر فقدت كتير من قوتها السياسية والاستراتيجية في العالم، ليس من ثورة 25 ولكن قبل كده يمكن ما يقرب من 10 سنين. فالحقيقة خطاب الرئيس السيسي بقوته واستعداد المصريين للوقوف وراءه هنا بيعيد للمصريين قوتهم. فإحنا النهاردة لو هنبدأ نتكلم على النواحي الإيجابية لمحور قناة السويس، أولا هو المحور الأول الذي يتم تنميته وليس الأخير، هناك عدد كبير من المشروعات. بمعنى إيه؟ يعني بمعنى بداية هيتم حفر قناة جديدة، حفر قناة السويس، بعد كده هيتم تعمير المناطق على جانبي قناة السويس. احنا بنتكلم في التوتال على حوالي 42 مشروع كبير ما بين صناعي، مجمعات صناعية، 1.6 مليون فدان، بنتكلم على مدينة التكنولوجيا، بنتكلم على جامعة التكنولوجيا، وأهم من ده كله التخطيط العمراني اللي هيعود بمصر على الربط ما بين سيناء ومنطقة شرق الدلتا، اللي هي طبعا بنلاقيها في منطقة وسط سيناء منطقة خالية تماما، ودي سببت لمصر مشاكل من الناحية الأمنية. التخطيط العمراني هنا احنا بنتكلم عنه من الناحيه الاستراتيجيه كدرع بشري وامني بيحمي مصر من جهه الشرق، لان احنا دايما عندنا مشاكل من البوابه الشرقيه، وده كان سببه الاساسي هو تجاهل سيناء تماما في اخر 30 سنه. فالمحور بيعيد لمصر سيطرتها على سيناء، بيساهم في ربط شرق مصر وهو سيناء بالدلتا، وخاصة بعد حفر 6 أنفاق تحت القناة بنتكلم على ربط كامل لحركة التجارة ليس فقط في مصر ولكن حركة التجارة الدولية ما بين آسيا وإفريقيا. زي ما قلت من الناحية الاقتصادية هيغير مفاهيم الاقتصاد. احنا النهاردة في محور قناة السويس بنتكلم على صناعات ثقيلة، بنتكلم على في المرحلة الأولى على ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل، وبنتكلم على إيراد قناة السويس اللي بيتضاعف سنويا ما يقرب من 259%، فاحنا بنتكلم على ما يقرب من 100 مليار دولار. بنتكلم كمان من الناحية الاستراتيجية على سيطرة مصر على سيناء والمحاور الاقتصادية اللي بتعطي لمصر مدخلا إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا. فالحقيقة بكل المقاييس هذا إنجاز، وبكل المقاييس ده بداية بتعيد للمصريين ثقتهم بأنفسهم عشان نقدر نقود خاصة إفريقيا كما حدث في الماضي. كلام الرئيس وإصراره على تنفيذ المهمة من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط، تمام. هل ده سوف يزيد العبء على التمويل من ناحية أن يعني أكيد هيزيد الطاقة العمالية اللي سوف تعمل في حفر القناة، وزي ما شفنا سريعا بعد 3 أيام تقريبا بدأ العمل سريعا. في نفس الوقت الرئيس كان عنده روح المشاركة الفعلية وإعطاء الإصرار والعزيمة أن الكلام ده مش كلام تلفزيون ولا إعلام، ده كلام حقيقي، أن الرئيس هيبقى متواجد دائما في هذا الموقع للإطمئنان على مسيرة العمل ومسيرة الطاقة العمالية ماشية إزاي في الخطة الموضوعة ولا لا. فلو إحنا زودنا كفاءة العمال أو طاقة العمالية، هل ده هيتطلب أموال أكتر؟ هل ده هيبقى عبء على الموازنة العامة للدولة، خصوصا لغاية دلوقتي لم يتم طرح الاكتتاب العام على المشروع؟ شايف حضرتك ازاي؟ الحقيقه هو طبعا القوات المسلحه هتقوم بالتكاليف الاوليه، لكن ارجع لسؤال حضرتك فيما يخص تقليل الفتره الزمنيه للحفر القناه او للمحور من 3 سنين الى سنتين. عشان نقدر نعمل ده انا محتاج 3 عوامل اساسيين. العامل الاول هو العامل البشري، هل البشر كمصريين عندهم القدره والتحدي ان هم يحفروا ده في سنه اكتر أقل من بدل من 3 سنوات؟ أكيد ده موجود، وشفنا اللي حصل في 73، وشفنا جهود المصريين في السد العالي وآخره. الجزئية الثانية هي عملية الجهاز الإداري، هل الجهاز الإداري تم هيكلته بشكل تساهم أو تساعد الرئيس في بناء وتخليص هذا الإنجاز هذا العمل في سنة بدل من 3؟ أعتقد أنه هو السيد الرئيس شغال على إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وده بيخص الجزئية اللي حضرتك بتتكلمي فيها اللي هي عملية إعادة تأهيل العمالة. من ناحية المؤسسات برضو إعادة هيكلة المؤسسات والحكم اللامركزي بأنه هو يدي صلاحيات النهاردة لمنطقة القناة وللمحافظين وهيئة قناة السويس عشان يقدروا يكون لهم دور فعال، وكافة الجمعيات والمؤسسات اللي هناك عشان يكون لهم دور فعال في إنجاز العمل. فأعتقد أنه هو قادر أو هو عنده الثقة أن المصريين يقدروا إذا تم هيكلة الدولة وتدشين المشروع بكل المحاور لمساعدته. طب خلينا نستقبل تليفون الربان محمد فوزي وهو رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك. ألو الربان محمد فوزي معي على الهاتف، يبدو أن التليفون انقطع أو
طيب نستكمل الجزئية الخاصة بتعظيم الإيرادات. لو اتكلمنا على تعظيم الإيرادات في الفترة القادمة وبداية العمل بحفر القناة الجديدة في من تاريخ اليوم أو من 3 أيام تقريبا، والعمل هيستمر لمدة عام، هل من المخطط في هذا المشروع، وحضرتك كنت مشارك أو أحد المشاركين في هذا المشروع، من المخطط أن يتم البدء في عدة محاور أخرى زي الاستعداد لبناء 6 أنفاق في نفس الوقت، الاستعداد لبناء السكك الحديدية المطروحة من خلال هذا المشروع؟ طب عفوا سوف أتوقف عند هذه النقطة ونكمل كلامنا بعد استقبال التليفون من الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اولا يعني بنبارك على بدايه المشروع وان شايفين العمل على قدم الوثاق داخل موقع العمل في قناه السويس، وشفنا زياره الرئيس المفاجاه اليوم للموقع، فصف لي حضرتك يعني تفاصيل عن الزياره وواقع الزياره عن العاملين داخل الموقع. طبعا سياده الرئيس فاجئنا بزيارته 5 الفجر، ودي كانت زياره غير متوقعه، بس بتعني الكثير، بتعني يعني الإصرار والجدية والمتابعة، وبنقدر نحس من الكلام ده والشعب يقدر يفهم إن الجدية والالتزام، الالتزام، الجيش ملتزم النهاردة إن هيخلص هذا المشروع خلال عام إذا أراد الرحمن. سيادة الرئيس لما وصل تابع أعمال الحفر وسأل على كل صغيرة وكبيرة، حتى سأل على وسائل الإعاشة والرعاية الصحية ويجب توفيرها وإعدادها على أكمل وجه، وجاري العمل حاليا. العمل حاليا شغال 24 ساعة. ياريت لو الناس تشوف المنطقة، منطقة تعتبر نهار في الليل، العمل بيشتغل، شغالين العمال 24 ساعة. الشركات الوطنية وصلت عددها لعدد 60 شركة وطنية، فطبعا الكل بيعمل على قدم وساق زي ما انت قلتي فعلا، ونتمنى يا رب ان بإذن الله تعالى المشروع ده ينتهي في ميعاده واحنا كلنا ثقة. اهم التوجهات اللي يعني اعطاها السيد الرئيس اليوم في زيارته لموقع العمل للقيادات القائمين على العمل في موقع المشروع، واهم الرسائل من هذه التوجهات بالنسبة للعاملين وبالنسبة للقادة، ويعني هو طبعا ايه الرسائل اللي كان عايز يقدمها النهاردة ووصب ايه اثناء زيارة؟ الرسالة الهامة اللي حب يوجهها للقائمين على العمل ان هتتم متابعة مستمرة بصفة مستمرة بنفسه، وعشان يعني يوجه رسالة للشعب ان يوجهوا بالمسؤوليه ده، بالمسؤوليه ديت، وان الشعب نفسه زي ما قال الرئيس وجه المسؤوليه دي للعاملين والساده المهندسين في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ودي مسؤوليه كبيره. وطبعا عايز يطمن الشعب اذا اراد الرحمن المشروع هينتهي في ميعاده، ولما القوات المسلحه بتبدا في مشروع بتنهيه في ميعاده، واحنا شفنا الكلام ده في مشاريع كتيره موجوده، وكنا شايفينها احداث اثناء احداث الثوره، وكانت مستمره اثناء الثوره، ومن تطوير طرق وكباري وانشاء طرق جديده وكباري، وانتهت في مواعيد لا تذكر. فيعني دي رسالة للشعب، اطمئنوا بأمانة، انتوا في ايد امينة. طبعا دي اهم ميزة بتتميز او بيتميز بها القوات المسلحة او قوات رجال القوات المسلحة، ان هو بالفعل يعني في انضباط في العمل، في خطة موضوعة زمنية بتتم وتنتهي في نفس الخطة الزمنية، عكس كتير ما هو متعارف عليه من يعني الحالة المدنية اللي احنا عايشينها، اللي احنا متباطئين شوية كمصريين، لكن ده على عكس تماما في القوات المسلحة. لكن خلينا يعني قبل ما ننهي الاتصال، يعني عايزين نطمن على حركة عبور السفن خلال 3 أيام الماضية، خصوصا ان احنا سمعنا ان كان هناك يعني زيادة في حركة السفن والحاويات عبر القناة الملاحية قناة السويس. عايزين نعرف عددها قد ايه وحققت ايرادات قد ايه خلال 3 أيام اللي فاتوا.
الحمد لله رب العالمين. حركة الملاحة في قناة السويس أثناء الثورة استمرت بدون أي تأخير، وإن أثناء آخر ثلاث أيام معدل العبور أعلى من معدلات عبوره السابقة في نفس الوقت من العام السابق. إحنا على سبيل المثال النهاردة 57 سفينة بتعبر قناة السويس بمجموع حمولات 3,650,000، ودي معدل عالي الحمد لله رب العالمين. بالقناة الجديدة أنا بوجه رسالة لجميع المتشككين واللي نازلين على الفيسبوك بيشككوا في هذا المشروع، برجوهم يعني إذا كان عندهم أي شك يرجعوا لينا في الهيئة، وإحنا بصدر رحب بنعرض عليهم المشروع بتفاصيله. المشروع ده هينقل هيئة قناة السويس نقلة جبارة. احنا متابعين لحركة بناء السفن. في آخر ثلاث سنين أعداد السفن العابرة لقناة السويس بالحمولات العالية والغواصص الكبيرة، احنا كممر ملاحي بيسمح بعبور 66 قدم، لكن كاستقبال على المخطاف ما بيسمحش اكتر من 3 مراكب 66 قدم، او هنقول 8 مراكب فوق 45 قدم. النهارده بيجي لنا اعداد فوق 8 مراكب اللي هي الغواص الكبيره من الشمال، بتوصل اوقات ل 10 و 12 مركب. وبنتأسف وبنقول لظروف حركة الملاحة، لكن دي كانت طلب من معظم شركات الملاحة العالمية تقليل فترة الانتظار في البحيرات. المواضيع دي كلها تم دراستها بناء على تعليمات رئيس الهيئة، وعرضنا مقترحات الحلول، والحمد لله رب العالمين تم الموافقة على المقترح القناة الجديدة. والقوات المسلحة فعلا رجعتنا وكل صغيرة وكبيرة، ومدام لصالح القناة وصالح البلد وخدنا موافقتهم، فالحمد لله احنا بندعو من ربنا بإذن الله المشروع هينتهي في ميعاده، وكلنا ثقة في القوات المسلحة لأن ده هو ده عمل مصر. طب أنا كده بالمشروع الجديد ده اللي هو مشروع قناة السويس الجديدة، أنا بقطع أي طريق على أي دولة مجاورة تفكر تعمل أي قناة بديلة. لأ، ده أنا كده بقطع عنه أي توجه لأنه يقلل من قيمة قناة السويس. طب يا فندم أنا برضو عايزة أطمن على شيء، إذا بدأ بالفعل العمل في تنفيذ القناة الجديدة هل سوف يعوق مسيرة العمل في القناة القديمة؟ بالعكس، ده انا بعتبر احنا بنعتبر قناه السويس الجديده دي دي اللبنه الاولى لمشروع تطوير اقليم قناه السويس. يعني احنا عشان ما يحصلش فيه خلط، قناه السويس الجديده احنا بنقول عليها دي بدايه هتسهل حركه المرور، هتزيد عامل الامان الملاحي في قناه السويس. انا عندي 2 مجرى هقدر اشتغل عليهم. المقصود أثناء العمل وتنفيذ العمل والخطة الآن لا يعيق حركة الميناء الأساسية، ده المقصود، لا يعيق، لكن مش المقصود على القيمة المضافة اللي سوف تحققها القناة الجديدة أو التفريعة الجديدة، ده مش المقصود، اللي احنا متأكدين لأن الدراسات دي تم بالفعل طرحها أكثر من مرة منذ سنوات ومؤكدة سواء على جميع أو مستوى جميع الخبراء العالميين، سواء الدراسات الأوروبية أو الدراسات الصينية، لأن أنا يعني أكثر من مرة كان ليها لقاء مع رئيس هيئة قناة السويس وبالفعل اطلعنا على عدة مشروعات تم تقديمها من عدة دول، ولكن كان الرفض الأساسي بتوسيع القناة أو تدعيم أو الاستثمارات في هذه القناة، كان الشرط الأساسي أن لازم تكون بأيادي مصرية، زي ما أعلن بالضبط يعني السيد الرئيس السيسي في تدشينه لمحور تنمية قناة السويس. أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، وأكيد مزيد من المتابعات خلال الحلقات القادمة بإذن الله. وخلينا نكمل مع دكتور عماد مهنا، هو أستاذ الاقتصاد السياسي، ويمكن اللي طرحه ربان محمد فوزي حول أن هذه القناة الجديدة أو هذا المشروع ممكن أن يعني
يجعل العديد من الدول اللي كانت بتفكر انها تقدم فرص جديده للنقل سواء السكك الحديديه كانت مطروحه بالنسبه لدوله اسرائيل وايران يشترك عفوا الاردن يشتركون معا اللي هي السكه الحديديه اللي سوف تقام من خلال ايلات في العقبه لحيفه في البحر المتوسط. هل ده كلام يعني صحيح؟ هل بالفعل ممكن الدول اللي كانت بتفكر بمشروعات موازيه الحقيقه ممكن تتوقف بعد الاعلان عن انا عايز بس اشير الى نقطه للتوضيح. هو قناه السويس الجديده ما هياش بطول ال 190 كيلومتر، هي بطول 35 كيلومتر وبعض الاجزاء الاخرى بتمتد في النهايه ل 72 كيلومتر، فهو عباره عن تفريعه تفريعه عشان يبقى عندي اتجاهين رايح وجاي بدل ما بيبقى بيستني المقابل، فبيضطر يركنه في لو جاي مثلا من الشمال بيضطر يركنه في منطقه البحيرات لحد ما يعدي من الجنوب وبعدين ينزله تاني، فبيعمل في عملية انتظار بتصل إلى 20 ساعة. فالنهاردة مع وجود محور تاني كتفريع بيساهم في إسراع مرور السفن في اتجاهين، وبالتالي ده بيخفض نسبة الانتظار إلى حوالي 11 ساعة. طبعا ده مع زيادة السرعة 11 ساعة هم قالوا إن بتنتظر السفينة أكتر من 3 ساعات. ما كل ده بينزل مع الوقت. كل ده بينزل مع الوقت. بعد يعني اتمام العمل في هذه القناه سوف تنزل اكتر من الاقل من 3 ساعات. من 3 ساعات بالظبط. فهو مع الوقت هيبتدي زي ما قال السيد الربان ان دي مرحله اولى، فهيبدا بعد كده يوسع. مشكله التوسيع في قناه السويس ان احنا عندنا مناطق فيها صخريه، مناطق صخريه، وعندنا مشكله العمق ان العمق الماكسيمم او العمق هنا اقصى حاجه 66 قدم. ده بالنسبه للقناه القديمه. لا، وفي الحالي هيبقى اجزاء كبيره منها 66 قدم، وده معناه انه في اجزاء كبيره، عشان كده القناه ما بتقدرش تستقبل اكتر من 10% من حجم التجاره العالميه. طب هيتم تعميق القناه القديمه؟ مش في كل المناطق بقدر اعمق نتيجه الطبيعه الجغرافيه. طب ما هو لو بدمش في كل الاماكن طب ازاي هيبقى في فرصه لحاويات ضخمه؟ عشان كده قال لحضرتك ان هو ما بيسمحش باكتر من 45 قدم. لان هو في حد المشكله انه في بعض المناطق فيها الطبيعه الجغرافيه فيها صخريه ما يقدرش ان هو يعمق اكتر من كده للاسف. فبيعمل بيشتغل في جزئيه بقى ايه، انه ما يبقاش منتظر المقابل يعمل تفريعه ثانيه عشان حركه سيوله السير. كنت حضرتك بتسالي على موضوع القيمه المضافه. الحقيقه مصر لم تكن ابدا عندها مشكله في الموارد ولم تكن ابدا عندها مشكله اقتصاديه. لما بنيجي نتكلم على المشاكل الاقتصاديه احنا بنتكلم تحديدا عندها مشكله في الاداره. بالظبط. بس ايه اللي يضمن للاداره الجديده؟ بالظبط اللي هي اعاده هيكله الجهاز الاداري. انا هعود لنفس النقطه. ايه الضمان الاساسي ان يعني ما يتعرض له او ما تعرض له المشروعات السابقه اللي كانت كبيره زي مشروعات توشكا، زي مشروع الفوسفات في ابو طرطور، زي مشروع شرق التفريعه في شرق بورسعيد وغيرهم من المشروعات اللي كانت قويه، ايه اللي ممكن يبقى ضمانه اساسيه في العصر الجديد ان المشروع ده يتم بانجاز ونجاح في المده الزمنيه المطروحه كما ذكر الرئيس السيسي؟ طيب هكلم حضرتك على جزئيه القيمه المضافه اولا. هو طبعا نتيجه الفساد والمصالح الشخصيه موضوع الاقتصاد لم يكن يدار ابدا على قيمه المضافه، بمعنى ايه؟ انه النهارده بنزرع قطن بنصدره لاوروبا مثلا الانطار ب 1000 جنيه بيجي لي انا تيشيرتات التيشيرت ب 500 دولار. القيمة المضافة هنا معناها ان انا ازود في صناعات النسيج، وده جزء كبير من تنمية محور قناة السويس، هيكون في هناك صناعات كتيرة لموضوع النسيج عشان يبقى قيمة مضافة للصناعات الزراعية اللي موجودة في مصر. موضوع الحقيقة تنفيذ المشروعات، احنا كان طبعا زي ما حضرتك اشرتي احنا عندنا مشكلة كبيرة في الفساد، احنا في مقدمة الدول المصنفة فاسدة في العالم من ال 175 دولة احنا بنتكلم على فاحنا طبعا معدل الفساد عندنا عالي جدا. طيب لما نيجي نتكلم عن الفساد، الفساد موجود فين؟ الفساد موجود عندي في الجهاز الاداري. طبعا الناس بتزعل، لا ده موجود في بحر الشمال وعندنا بنما الخط الخاص بالعراق. العراق تركيا اللي هيمر بتركيا، وايضا بيتم العمل فيه دراسات من خلال ايطاليا، واعتقد انه تم الموافقه على هذه الخطة. وكان موجود القطر العثماني قبل كده يعني عده مشروعات طرحت على الساحه. ايه اللي يضمن ان الايرادات اللي تم وضعها او تم توقعها من خلال الدراسات الجدوى اللي تم الموافقه عليها على اساس نجاح هذا المشروع او اتمام هذا المشروع انها تفضل ثابته ما تتغيرش مع المتغيرات اللي خاصه بالتوجهات العالميه، خصوصا ان كمان التبادل التجاري اصبح مختلف، يعني السنه دي ما اقدرش اضمنه حركه التبادل التجاري في العالم ما تضمنهاش للسنه الجايه. بالظبط.
صحيح؟ طيب تمام. ايه الضمانات اللي بالنسبه لي ان انا اضمن ان انا هبقى عندي قيمه تنافسيه كبيره واستمر عليها؟ عاوز ابدا إيه بس موضوع المشروعات المنافسه، بس يعني في النهايه بشرح لا انا فاهم حضرتك المهمه طبعا. في موضوع الموضوع الممرات المنافسه الحقيقه ما هوش جديد. كل دول بتساعد تحاول دايما انها تخلق مشروعات جديده لزياده ايراداتها، القيمه المضافه زي ما حضرتك بتتكلم من شويه. الحقيقه ان احنا اللي كنا واقفين، مش هم اللي اعلنوا عن مشروعات جديده، احنا كنا واقفين. مشروع شنغهاي زي ما حضرتك قلتي بقاله 4 سنين. موضوع المنافسه الحقيقه بيعتمد في او موضوع الميزه النسبيه لقناه السويس. احنا بنتكلم على الميزه النسبيه لقناه السويس، اقل 31% من تكلفه المرور حول طريق راس الرجاء الصالح. بنتكلم على ما يقرب من 70% اقل في التكلفه مرور بحر الشمال من شرق اقصى الى شمال اوروبا، وبنتكلم على اكثر من 180% تكلفه اقل من المرور في بنما. فموضوع الضمانات للتنفيذ انا ما عنديش مشكله في ناحيه التمويل. ليه؟ لانه مصر لما بنتكلم على الاقتصاد، احنا عندنا اقتصاد رسمي واقتصاد غير رسمي. الاقتصاد غير الرسمي اقتصاد قوي جدا، وطبعا ده حجم التداول فيه في السنه بيصل الى 1 تريليون جنيه، فالفلوس موجوده. الحقيقه الفكره اللي طرحت النهارده ان يبقى فيه سندات واسهم، ده هيساهم بشكل كبير في اخراج هذه الاموال من الاقتصاد غير الرسمي وتوجيهها نحو الاستثمار في قناه السويس. فاحنا مش هيبقى عندنا مشكله خالص بالنسبه للتمويل، بالنسبه للتمويل، بالنسبه للميزه النسبيه اللي هتحقق لي الميزه فرصة النسبيه للتنافس، تمركز قناه السويس وفرصه للايرادات الكبيره اللي انا توقعتها لما بديت المشروع. تمام. منطقه عمليه التمركز في وسط العالم ما بين الثلاث قارات، ارتباط قناه السويس بمضيق باب المندب وجبل طارق ومضيق هرمز، في المنطقة دي هيبقى فيه محاور أرضية زي الطرق وخطوط السكك الحديدية. فالحقيقة موضوع قناة السويس يمكن ما يوقفش موضوع خط السكة الحديد اللي بتتكلم عليه إسرائيل، لأنه خط السكة الحديد بيتكلم على رحلات برية، لكن وفي صعوبة إن هو ياخد التجارة من خليج العقبة ينزلها على قطر وبعدين يرجع يشيلها من على القطر يوديها تاني. يعني ما عندكش مانع كله يمشي على قدم وساق، في النهايه هيبقى اضافه لحركه النقل. قد يكون اضافه، لكن انا بالنسبه لي لكن انا لازم اكون خطوات اكتر استباقيه منه. بمعنى ومحتاجين ان انا ما انتظرش لما هو يعمل، لازم بالاول، لانه يعني الخط قناه السويس هيزود حركه السفن نتيجه العمق ونتيجه الاتساع ونتيجه التفريع. خط قناه السويس مع الست انفاق هيزود حركه التجاره من والى افريقيا، ما بين اسيا وافريقيا. فانا محتاج النهارده ان انا اشتغل بسرعه، وعشان كده الرئيس محتاج يخلصه في سنه، لانه احنا مش ما نقدرش ننتظر لحد ما يبقى في معابر اخرى تنافس قناه السويس. موضوع اخر نقطه بس، موضوع قناه السويس من الناحيه الاستراتيجيه، احنا بنتكلم على محاور اساسيه لقناه السويس هيكون لها دور كبير في فرض سيطره مصر من الناحيه الاستراتيجيه. بنتكلم على مركز لخمس محاور: باب المندب وجبل طارق، مضيق هرمز والبحر الميت، وطريق راس الرجاء الصالح. فالحقيقه بنتوقع سياده مصريه كامله في منطقه الشرق الاوسط، وهينعكس على سيادتها ودورها في منطقه الشرق الاوسط والعالم. يعني انا الحقيقه لما بشوف الفيديو الخاص بيوم تدشين العمل في محور قناه السويس، اجمل مشهد بيعجبني هو مشاركه الاطفال والشباب. طبعا لاني بحس ان في روح شابه جديده، في بس الروح بقى المشاركه بالنسبه للاجيال الصغيره. يعني انا هغذي الاجيال الصغيره على العمل، واللي انتوا اصحاب المشروع ده وانتوا هيبقى ليكوا اسهم في هذه المشروعات، وان هيعود عليكوا بالنفع في النهايه، لازم تبقوا معايا من دلوقتي من وانتوا صغيرين. هو ده طبعا دور، انا بالنسبه لي ده روح من الحاجات الحلوه اللي مست قلبي، ويمكن كتير من اصحابي واصدقائي نفس المشهد يعني علقوا عليه. طب خلينا نرجع نكمل كلامنا في جزئيه مهمه جدا، على اعتبار برضو حضرتك اقتصاد سياسي، ودايما مركز انه مهم جدا الناس تفهم يعني ايه اقتصاد سياسي. يعني المحاور والمتغيرات العالميه بتتغير ناحيه الاقتصاد العالمي. يعني النهارده الدوله العدوه ممكن تبقى صديقه لو في مصالح اقتصاديه، صحيح؟ صحيح. طيب الخريطه اللي خاصه بالتجاره العالميه، عايز اعرف اتغيرت الى اي مدى، تغيرت الفتره الحاليه؟ احنا طبعا بالنسبه ممر قناه السويس بنستغل منها او بنمر بيها 10% منها 10% من حجم التجاره من العالميه، 10% و22% من حجم الحاويات. ايه اللي يضمنني انه هيبقى في ثبات في هذه المتغيرات؟ يعني مفيش متغيرات قادمه، وفي نفس الوقت خلينا نقرب شيء،
الصين بعد ما كانت دولة مستوردة بقت دولة دلوقتي مصدرة. فإذا الحركة اختلفت يعني من الشرق الأقصى ناحية أوروبا والغرب. إزاي أنا يعني ممكن أحقق برضو إيرادات قوية؟ احنا محتاجين الحقيقة في موضوع زيادة القيمة المضافة لقناة السويس إن أنا أركز قوي على إفريقيا، لأنه إفريقيا النهاردة عندها المحيط الهندي والمحيط الهادي، وهنا عندهم مواني كتير. لكن بعمليات إضافة قيم أويز أو قيمة لقناة السويس بأنه ممكن يعبر هنا، هيبقى فيه صيانة، هيبقى فيه فيول، هيبقى فيه يعني أنا الفترة الجاية خطط على المستقبل الإفريقي. إفريقيا إفريقيا هي المستقبل. خلينا أركز على حاجة، القمة الإفريقية الأمريكية اللي أقيمت خلال الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام، وكان حضرها أكتر من 50 دولة إفريقية أو 50 زعيم من الزعماء الأفارقة، ما بين رؤساء وزراء وما بين 3 رؤساء أفارقة فقط. وده كان تعليق بعض الصحف الأمريكية على غياب بعض الزعماء في القمة الإفريقية. شايف توجهات أمريكية إفريقية في الفترة القادمة ده نتيجة لإيه؟ وده ممكن يضيف لنا قيمة مضافة مع مشروع محور التنمية. الحقيقة التوجه الأمريكي لإفريقيا ما هوش جديد، دايما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كان لهم توجه إفريقيا، لأن هي كثيرة الثروات. احنا بنتكلم على الماس، بنتكلم على زراعة مواشي، بنتكلم على حاجات كتير جدا كموارد بيقدروا هم يستخدموها. لكن النهاردة الدور اللي بتقدر إفريقيا تلعبه هو الدور الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي للأمن القومي الأمريكي. والنهاردة وجود مصر وعودة مصر للقارة الإفريقية، وإذا تمكنت مصر من استعادة دورها في القارة الإفريقية، لأن طبعا تخاذل دور مصر في الفترات اللي فاتت إدى الدعم الكبير لدور جنوب إفريقيا إنها تتزعم على قلب القارة الإفريقية، لأنها الأقوى اقتصاديا والأقوى عسكريا. لكن النهاردة بعد عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة إن مصر برضو بتسيطر على شمال إفريقيا كسيادة عسكرية أو استراتيجية، فالنهاردة عودة مصر إلى القارة الإفريقية بيقلق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وشفنا ده انعكس على سد النهضة. النهاردة وقوف سد النهضة والمشاكل اللي بتعانيها إثيوبيا ده نتيجة دور مصر اللي بدأ يستعيد صحته في إفريقيا. فالحقيقة رئيس احنا وكالة الطاقة الدولية يمكن أعلن من خلال المؤتمر أنه سوف يتم رصد مبالغ مالية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مجموعة مشروعات كان أهمها فيما يخص الطاقة المتجددة والغذاء ودعم الغذاء في الدول الإفريقية. شايف إلى أي مدى ممكن يعني نستفيد بهذه التوجهات القادمة، خصوصا اللي احنا بصدد بداية مشروعات عديدة سواء صناعية سواء مشروعات ممكن تكون زراعية أيضا في منطقة في وادي العريش، عندنا في وادي العريش من شرق الدلتا. شايف قد ايه ممكن الاستفادة من هذه التوجهات واستغلالها او الاستفادة منها من ناحية سياسية، على اعتبار ان العلاقات السياسية طبعاً المتبادلة ما بين مصر وامريكا ما زالت حتى الان قائمة وموجودة ونقدر نقول متوسطة الاحوال يعني. طيب الحقيقة هو توجه الولايات المتحدة الامريكية جه بعد سنوات من توجيه كامل للصين نحو افريقيا. في اول نزول للصين في بداية الالفينات ادوا لنيجيريا 4 مليار دولار استثمارات في البترول، ودي اعلى دولة منتجة للبترول في افريقيا ودولة غنية جدا. فاحنا بنتكلم النهاردة على تواجد برتغالي، تواجد فرنساوي، تواجد انجليزي، تواجد صيني وكوري وهندي في منطقة افريقيا، لان طبعا الهنود لهم جذور كبيرة جدا في افريقيا، منهم طبعا مهاتما غاندي ونيلسون مانديلا الى اخره. فالنهاردة توجه الولايات المتحدة الامريكية انها تبدأ تركز على افريقيا كبديل للموارد اللي كانت موجودة في منطقة الشرق الاوسط، لان ما عادش فيها تقريبا غير البترول. فالحقيقة في موارد كتير جدا موجودة في افريقيا، بالاضافة الى البعد القومي او الاستراتيجي بالنسبة للامن القومي الامريكي، وان هم يقدروا على قدم المساواة يكون لهم تواجد في افريقيا تضاهي الصين وروسيا. فالحقيقة احنا هنستفيد منه بايه؟ هنستفيد بانه هتنطج الصناعات في افريقيا، هتزيد حركة التجارة، وبالتالي محور قناة السويس هيستفيد، ومصر كرائدة في هذه المنطقة محتاجين إعادة هيكلة العلاقات الدولية بيننا وبين إفريقيا، لأن تجاهل مصر الدور المصري في إفريقيا هو اللي سبب المشاكل في هذه العلاقات. في ورق حضرتك قدمته لي قبل ما أدخل البرنامج وقلت لي إحنا في مرحلة العبور، العبور الاول القناه الاولى الحقيقه هو العبور الثاني وفي عبور ثالث. الحقيقه انا عارف يعني المسميات المشاهدين ده الحقيقه يعني إيه ده موضوع العبور الثاني، مسميات العبور الحقيقه العبور الثاني الاسباب سميتها عبور ثاني ليه وايه موضوع العبور الثاني. العبور الاول هو عبور جيش ايده الشعب، والعبور الثاني هو عبور شعب
حماه والجيش لتحرير الإرادة المصرية. بعد ثورة 25 يناير احنا الحقيقة اللي وجدته ان مصر مترهلة كمؤسسات، مترهلة كأداء، فقدت دورها الدولي والإقليمي، فبدأت أركز على المحاور الأساسية اللي ممكن نعيد بينها دور مصر تاني. كان ناتج عنه مخطط العبور الثاني. مخطط العبور الثاني بدأ بتسليم عمليات تقسيم المحافظات المشير طنطاوي أثناء المجلس العسكري، ثم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ومتسلم طبعا لحكومة الببلاوي والدكتور الببلاوي والمهندس محلب ووزارة التنمية المحلية. فإحنا النهاردة أنا سعيد بأن الرئيس السيسي نظر لهذه الجزئية بأنه يبدأ تنمية مصر بإعادة تقسيم المحافظات، لأنه إحنا النهاردة بنعيش على 6% من مساحة مصر، وبنتكلم على 27 محافظة معظمها فارغة تمام. إعادة تقسيم المحافظات وتقسيم مصر إلى أقاليم تنموية، بيتكلم على 7 أقاليم تنموية، على كل إقليم حاكم، وهذا الحاكم بيدير 5 محافظات بحكم لا مركزي، وهنا ده برضو بيساعد الرئيس في عملية تنمية محور قناة السويس، إنه ما يبقاش العبء كله على الحكومة المركزية، لا، هنا مدير أو رئيس إقليم قناة السويس. قصدك استغلال ثروات الأقاليم، ثروات الأقاليم أنها تساهم في صرف على المشروعات الاستثمارية اللي داخل المنطقة بشكل نفسها متبادل، إن أنا لو عندي ثروات مصر في توشكا كله ما يبقاش يعني على الحكومة. بالزبط. أعتقد دي السياسة اللي بتتبعها أمريكا في الولايات بتاعتها، إن طبعاً مش كل ولاية زي التانية، يعني كل ولاية بتصرف عليه على نفسها على اعتبار إن دي عندها ثروات ودي ما عندها ثروات، دي عندها ضرائب مختلفة عن الضرائب. ففكرة لكن الفكرة التخطيط القومي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إنه النهاردة أنا بتكلم على أقاليم، بتكلم على محافظات تحت هذه الأقاليم. أنا بتكلم النهاردة الرئيس يتكلم أشار كجزء من مخطط العبور الثاني هو نقل العاصمة، دي جزئية كبيرة جدا، إن أنا النهاردة لما ببدأ أتحرك في مناطق صحراوية عشان أنشئ عاصمة جديدة أنا بفرغ القاهرة، بشجع المواطنين إنه يبدأ يتحرك. في كجزء من مخطط العبور الثاني وإعادة رسم الخريطة الأمنية في سيناء وتعديل الملحق الأمني، بنتكلم فيه برضو هو 5 محاور أساسية: المحور الأرضي والإداري والاقتصادي والتنموي. بعد كده في خطة 10 سنين لكل محافظة. الحقيقة اللي أشار لي الفريق مهاب مميش بأنه محور قناة السويس والعبور الثالث هو يقصد به انه دي المرحله الثالثه من عمليات التخطيط. في العبور كان عبور الجيش، المرحله الثانيه هنا هو عبور شعب لتنميه واعاده بناء مصر، وهو مخطط العبور الثاني. والعبور الثالث الثاني الثالث بقى هيكون ايه؟ الثالث اللي هو محور قناه السويس فقط، وهو قال انه الرئيس السيسي هو قائد العبور الثالث هذه الجزئيه بالتحديد. فالحقيقه النهارده وده طبعا كان تم مناقشته مع هيئه المساحه العسكريه ووزاره الدفاع لتعرفهم على النواحي الامنيه طبعا عشان يبقى كل حاجه قدام القوات المسلحه، ما يبقاش في اي نواحي امنيه غايبه عنه. شايف يعني الرئيس السيسي يعني اكد ان بسواعد مصريه سوف يتم انجاز هذا المشروع، ولكن الى اي مدى ممكن يعني ندخل الاستثمارات الاجنبيه وفي اي نقطه بالظبط بالنسبه للمشروع؟ الحقيقه الاستثمارات الاجنبيه في المراحل اللي فاتت كنا بنيجي مثلا نروح لبعض الدول نقول لهم احنا عايزين استثمارات، فيبعت لي صناعات استهلاكيه زي شيبسي وشوكولاته. احنا بنركز النهارده على صناعات الثقيله. ده معناه ايه؟ معناه النهارده ان انا بتخطيط الاقاليم وتخطيط المحافظات اقدر احدد نوعيه الصناعات اللي انا محتاج فيها استثمار، بمعنى ان انا محتاج مثلا صناعات ثقيله زي صناعات السفن والقطارات والسيارات في محور قناه السويس، يبقى بروح للدول اللي هي بتصنع قطارات واطلب منهم استثمارات. يبقى اذا النهارده ده بنسميه الاستثمار الموجه، وبنبدا من عمليه التصدير، ان انا الصناعات اللي بتتصنع عندي ابدا اصدر واحده واحده، وبالتدريج اقدر اجيب الاستثمار الدولي المباشر الى الدوله. الحقيقه موضوع الاستثمار الدولي في محور قناه السويس مهم جدا، لانه بيضيف الى البعد الامني لحمايه سيناء، بمعنى ان لما يبقى النهارده اليابان فيها استثمارات، لها استثمارات في سيناء، ألمانيا لها استثمارات في سيناء، الصين لها استثمارات في سيناء، أنا بتكلم النهاردة على 3-4 دول دخلوا معايا كمشاركين استثمارات. إسرائيل لا تجرؤ ولا يجرؤ أمريكا حتى أنها تبدأ تحط أي مشاكل في سيناء. فحماية مقدراتهم بالزبط. هو حماية وهو ده المنطقة، هي ده هو ده التفكير الاستراتيجي اللي أنا بتكلم عليه، وهو ده تفكير الاقتصاد السياسي بالزبط. إزاي أنا أبني سياسة على أسس اقتصادية وبالتالي أحمي بالزبط. نفسي من الحروب العالمية وبحمي نفسي بحماية الآخرين. لأن النهاردة أنا بتكلم، أنا مش واقف لوحدي قصاد أي عدوان، ده أنا بواقف معايا الصين لها استثمارات، اليابان لها استثمارات، ألمانيا لها استثمارات. فلازم نتخلص تماما من عزلتنا ونبدأ نوري افكارنا. وزي ما حضرتك قلتي ان الرئيس السيسي محتاج ان هو ينظر الى الشباب اللي هو قام بثورة 25 يناير واللي دفع بمصر الى القرن 21. انا بشكرك يا دكتور عماد على وجود حضرتك معانا. الاسبوع القادم باذن الله اكيد هنبتدي ملف اخر من ملفاتنا الاقتصاديه. بشكركم على حسن المتابعه.